أول شيء في 23 العام اللي رانا فيه يات يعني 100 مليار سنتيم ما شاء الله تبدد لي زاميناج. هو الشيء اللي خلانا هاد لاميليوراسيو راهي بدات وكاين مؤسسات راح تنستالا باش تخدم الداخل في التسجيل. بارك الله فيك. 1 مليار دينار جزائري 100 مليار سنتيم. بارك الله فيك. وانا وعدت السيد الوالي لقيت امر المدير التجهيزات في الولايه انه يقوم باحصاء هذه الاحياء اللي كيما بصحه. الهدف نتاعي انه جوا 2024 ما نزيدش نشوف المناطق انه ننتهي من لي زاميناجمون. لكن كاين عمل في لاسينيسمون نخدموا, لكن كاين عمل تاع التيو تاع المنع عقبه توت. يعني اي مبلغ مالي راح يطلبوا السيد الوالي والاطراف المدير راح يكون متوفر ان شاء الله. في الزياره هذه راهي كاينه 2.7 مليار دينار جزائري يعني 2700 مليار سنتيم راح تبلغ للولايه ديستيني الاحياء. بارك الله فيك.